لكن الحقيقة بالنسبة للشيخ ناصر هو أخي الذي لم تلده أمي، وتشرفت به وبمعرفته من زمن طويل، وتربطنا قرابة بعيدة. قرابة بعيدة. شو أمك الشيخ ياسر؟ الشيخ ياسر الدوسري حقيقة توأم مجازي هو، ليس توأم ابن خالتك. نعم هو ليس كذلك، لكنه يعني من أعز الناس وأقرب الناس إلي. الشيخ ياسر الدوسري مش يعني ليس، لا ليس ابن خالتي. هكذا يعني نعم. هكذا كنا يعني نعم. على الأقل هكذا يقال. يقال صحيح. نعم. في قرابة؟ يعني قرابة بعيدة جدا، هي قرابة ربما يعني نسب بعيد أو رضاع أو شيء من القبيل. طيب الزمالة متى بدأت مع الشيخ ياسر؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.